فسيدي آه سيدي محمد علي بوزغار وتعليق تعليقنا آه. واحد اول حاجه في ظل المهازل اللي نشوف فيها في الدوره هذه اللي تنظم فيها الكاميرون الشهر التالي كنا نشوفه في, في 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 البطوله العربيه كان كل حلم رجعنا اليوم باش نعطيو لابريسيون حقنا للكره الافريقيه اللي اليوم شفنا وسائل الاعلام الكل العالمية والنقاد الرياضيين الكل تكلموا بالخايب على السكوندال اللي صار اليوم. ريت ريت ماني مجاني اعطيهم فرصه مجانيه باش يحكيو بالخايب على كره القدم الافريقيه. <applause> الافريقيا آه، تتوقع منا كل شيء، تتوقع الحاجة هذه. انا ما نحبش نحكي برشا على اللقطه الاخيره اللي صارت خاطر حسب ما نشوف الاربيت راهو ملي بدا الماتش كان رجلو ليل وصل لك لقطتين ثلاثه لقطات اللي صار معناها أعطاها ضرب جزاء المالي أعطاها ضرب جزاء لتونس ما آ... عطاهش الفار هي... هي هما دا... هو ما هي... فيها واعترض فيها و... ايه. الوضف... المالي هذيك كانت نجمة تتزفر كانت كان, تتزفر... كان آ... مريقل من 79 بدا بللللل... يمكن في الوقت هذاك <م> <applause> انا باش نحكيو على النتيجه وفي في الوقت هذاك ما نيش باش تحملوا برشا راهو الاربيتر كيف فرش عليه سخانه زعما 34 درجه خاطر و65% أو... درجه دوبه معناها مش الكل راز ]ali. نجم هو وقتها اثرت عليه هو في افريكان على باس ماهوش اوروبيان ايه؟ بيتر اوروبيان تقول يتاثر عليه سخان هيك الناس تجري وتلعب واحد مش وليد راهو تعرف سامحني هذايا اللي عملوا اليوم السكوندا اللي عملوا اليوم راهو باش ينحيهم الكوب دي موند هو كان باش يمشي للكوب دي موند بيان سور يعني ماهوش معناها من تلقاء نفسه الشيء هو عارف اللي سيكازوي ذي هذا الحكم سيكازوي ادار نهائي هاي. كاس العالم للانديه بين ريال مدريد وفريق الجابوني هذاك كاشيما انتيرس في 2016 2016 يعني وريك حكم راه وصل معناها يعني شد في النهائيات نهائي مره كاس ربيع الابطال ومرتين نهائي كاس الكاف احنا زفرنا ثلاثه مباريات مع المنتخب ربحنا زوز واليوم هنا هنا خسرنا هذا حضور الخامس في نهائي كاس افريقيا يعني مش حكم اللي يجي عنده تجربة أه؟ شوف اللي قالوا عليه مهم ياسر أه؟ الى حدود معناها الغلطة أنا يبدو لي في 79 79 يعني. زفر نهاية المباراة يكون كان يظن أنها 89 مم. مش نهاية المباراة عمل هكا خمسة معناها خمسة دقائق زاد ل 84 التفسير الأقرب للمنطق تو لأنه طيلة 80 دقيقة تقريبا أو أقل الحقيقة كان كان, كان مثالي مش, كوركت. مش مثالي كوركت. تري كوريكت معانا كان حازم موجود واجد عمل الحاجات اللي ظهر انه ربما مش في افضل حالات على المستوى الصحي نقول فما طريقه الاشاره الخمسه دقائق ما واضحه طيب للحكم الفار الرابع الفار. عمليه المشي للفار كي مشى للفار فات الجهاز وبعد رجع يبدو لي انه المشكل صحي معناها تعال الحكم الى نعرفش يكون حط آه التركيز يكون حط كارس كارس وحاجة الكورة في درجات الكره رميها, رميها هي هي شوف يعني شوف ينجم يكون كوفيد مثال لا سي خطر برشا خاطر زون ا هو يتسمى من جماعه الزون ا آه معناها نتاع لي لي زوفيسيال لي جوور لي كانوا كوفيد خاطر كوفيد ينجم حالات نتاع ما عادش يقف على عملت تيست تيست ما كانش فيها بالزعم خرج نيجاتيف خاطر فما و... مشكل يحكيو اليوم على لي تيست اللي لي تيست مضروبين عندك فما فريق كامل معناها شكك في صدقية اللي هذوما فما فما يكون زاد ايبوغليسيمي كي السكر ما تشوف بالقدا ما عادش تنجم على السكر انا معاه راهو يعني معناها مش وحده لكن هو كي روحه بروحه راهو رباعي معناها ما ثماش كورديناسيون ما بيناتهم ما حكاو ما قالولوش تعرف صحيت امين انا نحب جوست الرومارك هذه باش ما ننساهاش وقت اللي صارت الاحتجاج على الحكم بعد ما زفر كان تلاحظ لاسيستون اللي يمشي يحكي معها معناها صحيت سي الكبير يعمل له هكايا هو ميم با يحب خاطر سيرمون ينجم اخي اه اه لي دو اسيستون والاربيتر والكاتريام هم كلهم سوليداريتي على الموقف اما المونجيلا هو غلط ليه والمشكلة انه يغلط المره يعني لازم يغلط المره الاولى لا يغلط المره الاولى يا سيدي قولوا زفر قالوا له بيك راك فيونس مش في الساعه نتاعو فما بول اربع ساعات اخرين اللي هما الاثنين الاسيستون كاتري... والفار لا والفار عندك, عندك عندك الفار ما عندهمش علاقه اه، بالوقت ما يتدخلوش عندهم الوقت كوميسير ايه. دي زاد عنده التوقيت يتدخل انا يبدو لي المشكل صحي يبدو لي مصطفى تكنيك نتاع تونس يا اخي البريباراتور ديما ونعرفوا نحن ديما يبدا الكرنو موجود علاش يبلو كل الستاف الكل عنده واللاعب المالي قال لك احنا بيدنا ما فهمناش على خاطر ما ثماش وقت في التابلو اللي في التيرا ما فماش وقت قال لك ما نعرفوش ثم كان سكور وما نعرفوش حتى على الوقت شنو هو معناها الناس كلها الناس كلها مش فاهمه فما دي فيريتي سامحني رازي معناها جوست كلمه اخيره سيرمون راهو را. فما حقائق باش تظهر راهو احنا نجموا نحكيو اما ليه صار له آه تحلو طاح له السكر ش... سبعه ش... ثمانيه شافها سبعه ولا لا واللي اكد أن ثم حاجه ما رجعش ما رجعش ما رجعش ما رجعش الحكم الرابع هنا فما هو ما رجعش فما دي ثم حاجه خاطر الشطب او الايقاف قرار صعيب تاخذ وقتها الكاف ولا اللجنة نتاع الحكام اللي موجوده صعيب في وقت قياسي ان نص ساعه ولا ساعه ربع تاخذ هي. قرار مش تلم في ساعه المعلومات صحيح. والحقائق ما دام ما رجعش ما رجعش للابسط